شكرا لك. تفضل. منيح انه يولا اخذت المناوبه عني لاني تلفت من التعب وقله النوم. شكرا كثير. ولا الثاني ابوكي ما شاء الله راخي حاله وعم يتدلل علينا كل الوقت. ايه دخيله لما يتدلل. الو اهلين مجد، كنت رح حاكي. حكيت مع جيهان قال تركت البيت. يا حبيبتي تركيني منها هلا. حكيت مع توليب خانم وعطتني اجازه وقالت روح خد جوري ودوروا على بيت. بس انا ما فيني اليوم، يعني بدي ساعد اختي لانه المسامو رح نطالع بابا من المشفى. لا ما في داعي تجي لتطالع بابا، وبعدين نحن بنكون وقتها. الو الو شو قال لك؟ شكله ما عجبه حكي وسكر بوشي فجأة. ايه حقه يسكر، اطلعي بحالك شوي، مبينة مثل عين الشمس انه ما بدك ياله هالرجال. اخ اخ، خلينا نوصل على البيت هلا ومنشوف شو قصتك انت وهالرجال ومنحل هالمشكلة. انتوا اتصلتوا بالاسعاف شي؟ كيف يعني ما في لزوم؟ هيك انت بتقرري من عندك؟ خلص يلا انا جاي فورا. انتوا ضليتوا سوا كل هالعمر، ما رح يفهم الشاب انك عم تتهربي وتتحججي بمرض ابوكي. اي والله معه حق، يعني الشاب ما في يتحمل هالبرود تبعك. مين هاد اللي عم تحكوا عنه؟ انت من وين طلعتي لنا؟ شو ما في جامعة؟ عن مين كنتوا عم تحكوا قليلي؟ ما كنا عم نحكي عن حدا. يا ويلي شو هالكركبة هي؟ شو هاد ميرا؟ يعني ما عرفتي تحطيهم بالمطبخ؟ كانت انكسرت ايدك؟ كل شي انا بدي ساوي. يا عيب الشوم. انتو كنتوا عم تحكوا عن مجد مزبوط؟ يلا حكولي. ايه مزبوط، عنا عرس بعد اسبوعين وكنا عم نحكي بالموضوع. بحب خبرك يا ست ميرا، جوري ومجد قرروا يتزوجوا. كيف يعني؟ هيك يعني مثل ما سمعتي هذا اللي صار. بعد اسبوعين؟ طيب وابوكي؟ انا هلا بدي ساعد اختي مسعوده بعدين بنحكي، لانه البيت ريحته مقرفه. مجد مزبوط اللي سمعته؟ شو؟ ليش شو سمعانة من غير شر؟ انت وجوري رح تتزوجوا بعد اسبوعين مزبوط؟ ايه مزبوط. لازم شوفك ونحكي. ميرا ليكي انا ما ضل لي حكي معك بالمرة، ماشي؟ انا وانت حكينا باللي لازم نحكي من زمان ومشي الحال. ما بدي قلبك يوجع. لا تفكر بقلبي لو سمحت مجد، روح فكر بقلب مرتك جوري. انا هلأ لما وقف قدام جوري وقلا انه خطيبة باسني من تمي بعز النهار، وقتها منشوف شو رح يصير يا حلو. لك اخرسي انت جنيتي؟ شو هذا اللي عم تحكي انت؟ انا برأيي تراجع حالك وتشوف اذا في حكي لازم نحكي ولا لا. حطي عقلك براسك جوري، هذا اللي صار لك كل هالسنين بتحبيه، الله تطلع بوشه وعم يشتغل، صار يكسب رزقه بعرق جبينه وما احلاه. وتوليب خانم بدها تعمل هالمعروف معكن، وهي رح تدفع اجار البيت سنه كامله وتتكلف بكل شيء. هالايام مين بيعمل هالمعروف الكبير مع حدا لك اختي؟ من وين طلع لنا عمر بيك هاد؟ انا كمان هذا اللي عم قوله، منين طلع لي؟ جوري انت معقول ما بتحبي لمجد؟ اختي انت بتحبي عمر بيك مو هيك؟ ما في داعي انك تخجلي مني جوري، احكي لي اذا انت بتحبي لهالزلمه. ميرا انت بدك تجنينيني؟ لحظة وصارت بيناتنا بدون ما نحس بدك تزليني معقول؟ انت شو اللي بدك اياه مني؟ انا ما بدي تتزوج جوري. شو عم تحكي انت؟
إذا بستكبرة ما بعرف كيف شو يعني خربت الدنيا. أه؟ أنت مالك علاقة فيني، بس حط شي ببالي بعمله واثقة بحالي. وانت اذا كنت رجال بتروح لعن جوري وبتقلها انا بست ميرا وما خربت الدنيا. يا عيني يا عيني، لا طلعتي مانك قليلة وجاي عم تهدديني عينك عينك. ميرا انا بحبها لجوري وبدي اتزوجها. اي منيح لنشوف هي قديش بتحبك. انت ما خربت الدنيا فوق راسها مشان خبر بالجريدة؟ لنشوف هي شو رح تعمل بس تسمع انك بستني. ايه بنكر اني بستك. شو بتعمل؟ بنكر كل شي صار، وبالله اساسا ميرا بتغار منك وحاطة عين علي من زمان، صدقيني بعملها. بالله جد؟ كنت مفكرتك زلمة. غصبا عنك، حتى لو غلطت وبستك. يعني لمنا وعاتبنا مجد كل هذا العتب؟ وليكي هلأ لفيتي لفيتي وطلع هو معه الحق بالأخير. طيب خلص لا تتزوجي، بس صدقيني بالأيام رح تندمي يا جوري. يعني حبك هاد لعمر بيك ما له مضمون أبدا ومو مبين له آخر، صح؟ اختي انتي شو اللي عم تحكي؟ شو هاد اللي عم تقولي؟ هو بيكون حبيب طوليب خان. يا ويلي إذا دريت توليب خانم، ساعتها منكون انتهينا ونهايتنا على إيدك أنتي. ادعي لربك ما تدرى، لأنه إذا دريت والله العظيم بتنتفك شعرة شعرة. عمر بيك بيحب لتوليب خانم، شو بده فيني إذا هو عقله وقلبه عنده وبس؟ ما بيعرف إني بحبه. ممتاز، وبيكون أحسن إذا ما عرف. جوري أختي حبيبتي اسمعيني منيح، انتي واعية وذكية، خليكي مع مجد، لازم ترضي بنصيبك معه. هالشاب منيح وفوقه بحبك وقاتل حاله لتكوني انتي وياه. ليكي يمكن السنة الجاية نتذكر هالكلام ونضحك عليه، يمكن يكون عندكم بيبي حلو ومنصير نلاعبه. ايه؟ ويمكن ما نتذكر شي، يعني ممكن انتي تكوني صرتي طبوشة وجاية لعندي وحاملة ابنك كمان. صدقيني عمر بيك ما رح تعيشي معه هالعيشة ابدا. آه تليفوني. مين يا ترى؟ اختي انا طلعت من المستشفى لاني تعبانة كتير. يولا والله مو وقته، بدها تجنني، تركت بابا لحاله، كمان بدي ضبضب البيت، يعني على شو بدي لحق للحق؟ يا ربي دخيلك. رح غير تيابي هدول فورا وروح على المستشفى. يلا جوري حضري حالك كمان، نطلع سوا، انت بتروحي على البيت وانا لعند بابا. الله ناقصني انطر، وين هالمرة لهلا؟ رح دق لها شو هالمسخرة؟ الو يا خانم وينك انتي؟ انا واقف برا ناطرك قدام الباب. مين اللي عم يحكي؟ انا اسمي ينال، شوفير التاكسي ناطر الخانم على الباب برا. ميسوم ما فيها تجي لعندك.